جاءوا من غزة، هم أطفال حملوا في ذاكرتهم الفلسطينية جروح روح الانقسام الذي التأم مؤخرا، التئام لجرح ورحلة بحث جديدة عن ما يداوي جروحا غارت بالجسد. ومن غزة والتئامها الفلسطيني لهذا الحضن العربي الأردني تبدأ الرحلة لتحط رحالها ومصاب أطفالها هناك في سلوفينيا. خفقات قلب بدأت منذ لحظة إقلاع هذه الطائرة، فصوتها ذكر محمد بدوي صدى الطائرات وانفجاراتها التي حامت شهورا في سماء غزة، سالبة منه ما لم تلمحه الكاميرا، أطرافه التي فقدت وحكايته التي رويت على ألسنة مئات الأطفال الغزيين. ولكن لمحمد تفاصيل سجال أخرى مع الحرب الإسرائيلية وملح بارودها الذي بات رمادا كأطرافه في غزة. مرت علينا أيام الحرب كانت رعب، وكثير مات وكثير تقطع وكثير، ورموا علينا فسفور محرم دوليا يعني إسرائيل، وكنا في الشارع احنا وشباب أصحابي، وأجى صاروخ يهود علينا وانفجر، وركبت فيدي من هنا جهاز للصاروخ، وطبعا بده مفصل صناعي بده ركب كوع، وركبت في رجلي من هنا جهاز الإكس فيكس في الفخدة. وإلى هذا المستشفى في سلوفينيا، ورغم هبة الله في أيد منحت العلاج ورحلته المجانية ذهابا وإيابا في سماء الإنسانية، إلا أن الإم بي سي بحثت في ملامح أطفال غزيين، ملامح بريئة لم تخفي ابتساماتها هذه حول ما جرى لها، وهي تودع أطرافا وتستقبل أخرى. إن شاء الله نركب أطراف ونروح بالسلام ونتعالج، بتمنى أن روحنا بخير وكويسين، وبحيي في النهاية كل اللي شاركوا في هذا السفر بحييهم كتير. دل ما هذا العرباية وامشي على رجلي، حب أمشي على رجلي أرجع فلسطين على رجلي. شكرا، كلمة رسمت على تقاسيم أطفال غزة العشرة والذين سبقهم 60 آخرون، غير أن المتبرعين بالعلاج والناقلين للأطفال عبر الطيران لم ينتظروا الشكر، فالواجب الإنساني حق عليهم هذا، فإنما تواجد الشر كان الخير حليفا لروح الإنسانية. إحنا منقوم بواجبنا مش أكثر من هيك، وعمل الخير هو واجب على كل إنسان حي يعيش على هذه الأرض، فإحنا لا ندعي الخير، لكن أنا بحكي لك إنه إحنا بنحاول قدر الإمكان إنه إحنا نساهم في بناء السلام، في نساهم في بناء بيئة نظيفة بعيدة عن الدمار، بعيدة عن الحروب، بعيدة عن كل المشاكل لهؤلاء الأطفال على الأقل. أما التئام الروح الفلسطينية فكانت بلسما سبق رحلة العلاج هذه، وربما أن حظ الأطفال في غزة الآن قد يكون أوفر من أطفال ذهبوا ضحية، كما لم تخفي ذلك الصور رغم الترميم والعلاج، لكن رحمة الله كانت وما زالت بهم أكبر. من العاصمة السلوفينية ليوبليانا، عماد العضايلة، وصباح الخير يا عرب. لا ينتظر محمد هذا الطفل الغزي رؤية المشهد الذي فيه تقتص العدالة من إسرائيل وما فعلت به، لأنه ما عاد يرى، كما وأنه لا ينتظر سماع حوارات سياسية لحمايته وغيره، لأن كل الحوارات لم تمهل سمعه البقاء فبات لا يسمع. هو طفل فاقد للحواس إثر شظية على الرأس، وغيره عشرة أطفال اختلفت حالتهم مع تنوع غل الشظايا الإسرائيلية، وها هم في رحلة علاجهم المجانية لسلوفينيا. في 13/6/2006 ضربوا اليهود صاروخ علينا على الدار، محمد تصاوب وإمه تصاوبت، يعني فيش ضل بعالم واحد في العالم يحتل إلا إحنا. ليش احنا ما نروح عن الاحتلال ونصير زي البني ادمين اللي عايشين؟ احنا من حقنا العيش، من حقنا نصير يعني نفرح ننبسط نربي اولادنا على جيل حلو، نزهه منتزهات افراح، من حقنا، يعني احنا مش شعب زي الشعب عوب العالم. حكاية على ألسنة اطفال تروي مر الاحتلال، مر لم يفقدهم الحياة، غير انه ابقاهم يعيشون بانصاف الارجل والايدي والاقدام،
يتأرجحون ما بين ذكرى الانفجارات بأطراف فقدت ومع أمل بعلاج قد يهبهم أخرى وإن كانت تخلو من اللحم والدم. كله كان صعب، كله إيش حدا، أنا صابت وأمي ماتت، أخويا صغير مات، وبنت عم ماتت، كل مستشهد يعني، بس أنا ضليت وعم ابن عمي وعمتي وابن عم أبويا الدار وبس كله ماتوا. بقيت في الشارع رايح على الدكان أشتري، فوصلت الدكان ولو فجأة بقى علينا صاروخ يهود وتصابت، ما فيش عائلة إلا صار عندها إشي، يا دارهم يا ابنهم يا بنتهم، يا كله صار عنده حدا. احنا دائما نطلع على هذول الاطفال انهم اطفالنا، وما في فرق بين الطفل الغزي او الطفل الفلسطيني او الطفل الاردني، احنا دائما شعب واحد وعائله واحده وعشيره واحده، وبالتالي النظره الى اي طفل من هؤلاء الاطفال، ينظر الواحد الى اطفاله وليس بعيدا عن اطفاله. يبتسم محمد دون ان يرى براءه ابتسامته، وكغيره من اطفال غزه يولد هو وهم في رحم الموت والغارات والرصاصات الإسرائيلية، ومع ذلك فمحمد ما زال يبتسم، أما الاحتلال فما زال مكشرا عن أنياب ما زالت للبراءة والإنسانية بالمرصاد. إحدى حكايات رحلة العلاج هذه بفصلها الأول انتهت، تغلبت على جروح الرصاصات وشظايا انفجارات الدبابات الإسرائيلية التي أخذت من علاء وغيره ما أخذت، ولأن أطفالاً كهؤلاء عشقوا الحياة فعشقتهم الدنيا، ودنياهم كما يقولون هي فلسطين التي من أجلها ما يستحق بعد الحياة. لبرنامج MBC في أسبوع عماد العضايلة من العاصمة السلوفينية لوبليانا.